في عيدها 66 أكدت الحركة الكشفية على ترسيخ الموروث الثقافي والشعبي من خلال معرض هو الأول من نوعه نظمته مفوضية كشاف بنغازي جسد ثقافة المدن الليبية المتنوعة وعرض جزءا من تقاليدها في اللباس والمأكولات والأشغال المختلفة. اليوم وصلنا اليوم الرابع وهو اليوم المعرض الشعبي. معرض الشعبي فيه يتحدث وهو شعار متاع الموروث الثقافي، فنحافظ على موروثنا. المعرض الكل مشارك بأجنحة متعددة. طبعا نحن كان عندنا المقتنيات الشعبية، عندنا الألبسة، كل شيء يخص التراث موجود في المعرض هنا إن شاء الله. رحلة الوجود في تراثنا المنشود شعار اتخذته المفوضية لتبرز ثقافة الليبيين وتراثهم الذي عهدوه على مر حياتهم، واستحضرت التاريخ من خلال إقامة معرض للصور يوضح نشاطات الكشافة منذ تأسيسها وكذلك التراث الأصيل لدى الليبيين. هذا المعرض طبعا ينبع من صميم مبادئ حركة كشفية في صون التراث الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية في ليبيا. كما تشاهدون اليوم المعرض يحتوي على مجموعة من الأنشطة والأجنحة الخاصة بالتراث. يحاول القادة والكاشفين والمرشدات عكس صور جميلة من التراث الشعبي الموروث عن الأجداد والجدات في هذا المجال. حضور كبير وعروض لافتة جسدت معاني الود والإخاء لدى الليبيين وغرست في نفوس الحاضرين حبهم لتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها على مر الزمن.